We'll be right back.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده الحلقه الثانيه من التدرب على التقنيات الخفيه في قتال الشوارع، الاسرار والخفايا. المره اللي فاتت خدنا التقنيه اللي هي الخارجيه، النهارده هناخد التقنيه واحنا بنضرب وهو بيصد للاعلى هنتصرف ازاي. دلوقتي طبعا معايا تلميذ من تلاميذي اسمه حسن محمد، رحب بيك. ازيكم يا عليلي؟ كل سنه وانتم طيبين. دلوقتي طبعا هنهاجم، هلعب برده نفس البنش، هو هيصد بس بدل ما يصد الخارج هيصد الاعلى كانه بيدافع لفوق. تمام اهو بلعب بانش، هو صد بالطريقه دي. تمام تاني دلوقتي وهو بيصد وبيحاول يرفع ايدي هطلع انا بكوعي من تحت في دقنه من هنا، وهو بيرفع لازم سرعه البديهه وسرعه رد الفعل. ما ينفعش ان انا اضرب كده واستنى لما يرفعها لفوق، انا ممكن افك حركه ايده كده لكن انا عايز اهاجم فيه هو مباشره. تاني مش هينفع استنى كده، انا ممكن لو هو سبقني وسرعه ايده اسرع احاول افك ايده بالطريقه دي، انما انا لو عايز اهاجم فيه مباشره لازم اكون حاطط في دماغي واعمل حسابي ان هو هيدافع. يعني لازم وانا قدام خصمي مش هضرب الضربه واستنى اتوقع هيعمل ايه، لا لازم اكون محضر الديفنس بتاعي. تاني الطريقه دي وهو بيهاجم لسه اكون عامل حسابي ان هو هيمسك الديفنس. وممكن استعمل التقنيه دي في حاجات ياما قوي، ان انا مش يبقى غرض ان انا اهاجم، ممكن اخلي الهجوم ده تمويل ان انا اتوه دماغه، ابين له ان انا هدفي ان انا اهاجم بانش ان هو محضر ديفنس البانش بتاعه وانا مطلع ضربه الكوع الخاصه بيا. ودي ممكن تبقى ضربه قاضيه في قتال الشوارع، لو اديتها لواحد في اسفل الذقن بالظبط او في الجزئيه بتاعه الانف هتبقى قاضيه طبعا، وهتوقع الخصم ويفقد الوعي. تمام تاني اهو وهو بيصد، لو ايده سبقتك ومسكك انت بتدي له دي كطعم، بترمي له ضربه البانش دي ان هو يتموه دماغه بيها يفكر ان انت هتهاجم بالبانش، انما انت هدفك الرئيسي الضربه القاضيه. تمام ان شاء الله الحلقات الجايه هيكون فيها تقنيات اكتر واكتر، وكابتن احمد عصام ما جاش معانا النهارده عشان حصلت له ظروف خاصه. ان شاء الله يكون معانا الحلقات الجايه، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.